بعض حالات الحقن المجهري يا جماعة بتحتاج بروتوكولات خاصة، يعني ما ينفعش ان كل حالات الحقن المجهري تكون لها نفس البروتوكولات وتستخدم نفس الأدوية بنفس الجرعات وبنفس الأوقات ونفس المواعيد. بالعكس، حتى حقن التفجير ممكن تختلف من حالة للتانية، جرعة حقنة التفجير ممكن تختلف، نوع الحقنة ممكن يختلف. لازم تستشيري دكتور متخصص في الحقن المجهري وتأخر الحقن. شكرا.